يعني احد المواقف، يمكن الكباتن يدرون، يعني احد الاخوان طلع صوره وقال انتظروا هذا الحارس للمستقبل، وهذا الحارس انا قبل سنتين جايبه ومدربه والاداره رافضه، وكابتن راضي منطي راتب ها ومخليه بالنادي، وهو واحد من افضل الحراس خلال السنتين الجايه. هاي في نفط الوسط حتى احدد لك. من واحد خابرني قال لي ابي ايش كاتبين؟ منو اللي قال؟ قلت له الانسان اللي منو اللي قال؟ حتى اللي ينسب صريح؟ اللي ينسب حتى تكون صريحين؟ ما اقدر يعني، هو يعرف نفسه، هو بس اقولها هو راح عرف يعني، ما حاجه. زين ليش ما نقول امام المشاهدين؟ مو هذا تعب كابتن؟ انا في حياتي اليوم كابتن جليل من يسوي حارس، يقدم حارس، ويجي كابتن صالح حميد يقول انا سويت، من انا اطلع اقول لا كابتن صالح كابتن جليل قبل سنتين ثلاثه دربه. لا هو ما يحتاج، هو الحارس يسالوه يقول اللي عنده، بس الجمهور ما يعرف، لان باكر عقبه هاي الصوره راح يقول انا قلت لكم. انا ما اريد في يوم من الجمهور يعرف بان انا انسان اختار الكلمات وما اتهم اشخاص ولا اتجاوز، واريد تبقى هاي الصوره، ما اريد اكون متهجم. تحز بداخلك هاي الامور؟ طبعا تحز بداخلي، يعني انا مثلا لما تجي خاصه حارس المرمى، حارس المرمى ما يجي بيوم وليله، يجي من اختيار، والاختيار بمعارضه، صح لو لا؟ تمام. من تختار لاعب او حارس اكو ناس تعارضك، شنو تمام. هذا جايبه؟ من تتعب عليه وتمرنه، انت بذل الجهد، بذل التعب، من تجي تلتزمه وتوقعه، الاداره ممكن توقف ضدك، وممكن تتخذ قرار في عدم وجودك، مو صح؟ تمام. وكل هذا انت تتحمله. تمام. في سبيل شنو؟ في سبيل بالاخير هي نفسها الاداره تستفيد من عملك. تمام. هذا القصد، يعني في نفط الوسط كان كل سنه يوقعون حراس، لكن الان ما حاجه، ولد النادي وكلهم من نفس المنطقه، وأربعتهم زينين. تمام.